عائلة الأهلي النهاردة بتحتفل بإنجاز كبير يا أستاذ محمود، مبروك. الله يبارك فيك، مبروك على الأهلي ومبروك على الأهلاوية وكل حد بيحب المكان الكبير الجميل. فرحة مصر بأمانة شديدة النادي الأهلي. فرحة مصر حلوة. طبعاً وفرحة مصر، فرحة مصر كبيرة الليلة طبعاً بأمانة شديدة. وعاوز أقول حاجة، ماذا أبقى الخطيب ومجلسه لمن يأتي بعده؟ يعني ماذا أبقى؟ يعني اللي جاي هتبقى عنده مشكلة. هي نفسه مستريح الحقيقة، هو برضه بطولات عالية. لا يعني لا بال بال بتدشين المدينة الرياضية والمشروع ده، وكما أطلق عليه مشروع القرن بأمانة شديدة، من يأتي إن شاء الله يعني عمر الطويل للجميع فعلا. يعني خلاص انت زي ما أقول لك إيه، أفلها أفلها بإنجاز حلم كبير جدا. يعني اشتريت مرة مجلة النادي الأهلي زمان، وأنا كان الكلام ده سنة 82 83، كانت بثلاث قروش. بثلاث قروش. كان فيها مطالبة كبيرة جدا وقتها لمجلس الإدارة بفتح باب اكتتاب وعمل وحلم. شوف أنا بقول لك الجمهور كان عامل إزاي. كنا بنروح نجيبها من نمشي من من القرية للمركز عشان نستنى المجلة نجيبها نشتريها عشان يجيبها واحد ويقراها المجموعة. من الحاجات دي يعني لما كانت الصحافة لها قيمة وصارت يعني هتفضل الصحافة قيمة.